تتميز المنطقة القديمة في مدينة الموصل بمعالمها التراثية التي تنفرد بها عن باقي مناطقها، ولا تقتصر جوانبها التراثية على المباني والزخارف التي تطرز بها، بل وحتى بأكلاتها الشعبية التي توارثها سكانها منذ القدم. فأكلة الكبة وأكلة العروق هي من أبرز ما يميز موائدهم وحتى المطاعم في تلك المناطق. أكلة الكبة نحن نجي عليها من مكان يعني بعيدة، يعني بيتنا بدك الجار من هنا. ايه ونجي يعني باعها جيت، جماعة يعرفون صرنا معاميل. ايه كبي درجة أولى، تذكرنا بأيام خاصة هنا بالموصل القديمة، يمكن لو فتح بذاك الجانب ما تنجح شروطه مثل ما هنا، لازم تكون هنا، لأن تذكرون بأيام قديمة أبهاتنا أجدادنا هنا بيوتنا. ورغم تأثر المنطقة القديمة في مدينة الموصل بالعمليات العسكرية حين تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الحياة عادت لها من جديد من خلال عودة جزء من سكانها الذين واظبوا على تقاليدهم المعتادة من الجلوس في أزقتها وتناول وجبات الطعام التي تمتاز بها مناطقهم. الكب الموصلي ولا العواق أكلة موصلية بحتة، يعني مشهورة بها أهل الموصل بالذات القديمة، يجون من بين يعني من الجنوب من الشمال من خارج القطر، فأول من يجي أول من يطلب الكبة الموصلية. رغم أن أكلة الكبة شائعة في عموم البلاد وخصوصا العربية، إلا أن تسميتها اقترنت مع مدينة الموصل وأصبحت رمزا شعبيا يبحث زائريها على وجبة لتذوقها والتعرف على خطوات طهيها على الطريقة الموصلية. مكونات الكبة تعتبر من الجريش والنعمية، ونخلط معها هبل صافي حتى العجينة يصير قوية بالفتح ولا تتفلش الكبة بالماء من الإسلام. والخلطة مالها تتكون من بصل ولحم وبهارات، وحتى الطعم يكون مضبوط ويزهوه عنا، وقبل هذه يحطون البصل يستوي يرجع يحطون اللحم علينا تستوي ويرجع يحطوه يحشوه بالكبة. وأما العروق، العروق تختلف عن الكبد، القبر ما يصير أثخن، المكونات اللي تكون بطن العجيناي طحين فليفلة طماطة تختلف يعني غير شكل بقدونس. يتأمل الموصليون عودة الحياة لمناطقهم القديمة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وما لحق بها من تدمير وتخريب، فخصوصية هذه المنطقة التي لا تزال علامات الخراب فيها شاخصة والعشق الذي يربط سكانها بها جعلهم يقصدونها ويتناولون طعامهم من أكلات موصلية على أرصفتها التي تحمل ذكريات علقت بأذهانهم منذ الطفولة وحتى الكبر. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.